شهر ديسمبر من باب الصدفة، و تعرفت من الوهلة الأولى ملي شفت تصاور دوما، تعرفت على الشخص هذا اللي هو الوالد متاعي الذي زعم أنه نفذ فيه الأعدام سنة 86. ولكن الجزم هذا ما نجمتش ناخذه 100%، قلت خلي معناها كنتي صغيرة خليها للشك. ولكن بمرور الوقت يعني ما حبيتش حتى نعلم العائلة، لكن أخيرا معناها حتى زوجته اللي هي أمي معناها من الوهلة الأولى تعرفت عليه وتنتظر معناها كل يوم تهاتفني وتسأل متى سأعيد لها زوجها، لأن في اعتقادها موجود ويزم يجي. وأخوتي وحتى أصدقاء، بعض الأصدقاء تعرفوا عليه، وحتى بعض من العائلة معناها أولاد عمي وكذا، يعني مجموعة كبيرة تعرفت على هذا الشيخ اللي هو شيخ شار نيكول، الذي وقعت عليه ضجة كبيرة في أواخر سنة 2011. وكان هذا الشخص معناها مجهول الهوية، مقيدا من رجليه في مستشفى. على الشيخ كما هذاك معناها ما يوزنش 30 كيلو، فهمت؟ ولا مسلسل من ساقه علاش؟ أول حاجة سؤال كبير، شنو خايفين عليه لا يهرب؟ لا، صبا بيت، هما خايفين لا يقع اكتشافه ويقع تهريبه، مش هو باش يهرب. هو حتى كي يقولوا له وريدي برا باش يروح، هو ما ينجمش يمشي، هو يعني انكونسيون، ميم سي لي في كونسيون ما ينجمش يمشي في الحاله هذيك. دونك هذه حاجه. ثاني حاجه الاهتمام نتاع معناها عده اطراف، ثم معناها القاضي في المحكمه الابتدائيه اللي تولى موضوع الشيخ شارل نيكول، الذي معناها قالوا او اعطوه هويه عبد الملك السبوعي، فهمتي ولا لا؟ معناها يحب نقدموا فيه برقيه بطاقه معناها صراح، وقت اللي الملف خالي من بطاقه القيس، من بطاقه الهويه بتاعه. كيفاش المحكمه وجهاز معناها جهاز قضائي ياخو معناها اجراء في شخص مجهول الهويه، منين جابها الهويه بتاعه اذا كان ما فماش في الملف بطاقه قيس؟ كيفاش هو يبو كونفيرمي كونه هذا عبد الملك سبوعي كقاضي هو، وشخص مش قدامه اون بلوس، شخص ملوح في السبيطار، فهمتي ولا لا؟ في حاله ما بين الموت والحياه، وهو معناها ياخو فيه اجراء باش يلقي معناها باش يفرج عنه من غير ما ثم ما يثبت هويته، ومن غير بطاقه سوابق نتاعو، على انا اساس انت باش تسيبو السيد هذا، فهمتني؟ هذا معناه الاشخاص اللي زعموا كونه هذا الشخص هذايا معناها اقتحم محل، با وقت اللي وصلنا لهم بالصور هذيا معناها ما تعرفوش عليها، وقالوا مستحيل باش يكون الشخص هذا، لانه الشخص اللي شدوه هما وعيطوا للشرطة باش هما والجيران، وعيطوا للشرطة باش تهزوا باش تتسلموا. ما يا خويا واحد من الجيران يحكي لي وبنت الشخص هذا يقولوا كونه ستة من الناس من العوائل الأمن يدزوا فيه باش يطلعوه في السيارة بتاع الأمن وما نجموهش. هذا صار تراه في آخر جويليا، حتى لين وقع اكتشافه في أوت، معناها بلوتو في سبتمبر، يعني في ظرف شهرين الشخص هذا حتى كان جاي مريض معناها بالسل ومريض بالسيدة عافاكم الله ومريض بالكونسير ما يتمصش في شهرين ولا في ثلاثة بالطريقة هذيك، معناها فهمتني؟ والشخص هذا وين كان عايش؟ وبرشا حاجة جزئيات وعائلته فين ومعناها وكيفاش عائلته ما تعرفتش عليه؟ إذا كان هو موجود وبطاقة قيس وموجود وكل شيء، كيفاش ما كيفاش؟ حاب نجاوب على سؤال قبل ما يطرحوا، باش يقولوا لي انت اكتشفتوا في احنا حتى اكتشفتوا في شهر ديسمبر، في 100 ديسمبر 18 ديسمبر جو كوا، اش بيك اليوم تكلمت في مارس، معناها بعد مرور 3 اشهر.
لأني حاولت باش نتوصل للمعلومة بالطرق القانونية المشروع بها، هو الاتصال بوزارة العدل، وزارة الداخلية، بالسلطات المعنية، بالمنظمات الحقوقية، بالأحزاب النافذة بما ذلك حزب النهضة. فهمتي ولا لا؟ قابلت حتى الشيخ راشد وفي باله بالموضوع، وتعهد كونه هو باش يبحث في الموضوع هذا. وقعدت نستنى فيهم، وكل مرة يمنيوا فيا، هاو اليوم هاو غدوة، هاي الأوضاع ما زادت ما سمحتش، هاو لهين، هاو جانا سفير، هاو جانا رئيس، هاو جانا مسؤول، هاو جانا غنيم، هاو جانا عباس، هاو جانا فتح الله. فهمتني ولا لا؟ ولكن أنا بالنسبة لي أنا لاحظت كونه 3 أشهر معناها ضيعنا فيهم برشا وقت. واليوم كما بلغت أحد المسؤولين في حركة النهضة، أنه اليوم إذا كان مش نتصرف بطريقتي الخاصة، نتمنى يكون حتى واحد بيلومني إذا كان معناها أعلنت عن حاجات ربما ما هيش في ما تكونش في المسار اللي هم يحبوا يمشيوا فيه. لكن أنا بالنسبة لي، أنا الشخص هذايا اللي أنا نعتبره هو والدي اللي وقع تنفيذ الإعدام فيه في 86، ولكن ظهر لي كونه هو معناها مازال حي. وقد يكون السكوت عن هذا الموضوع لأنه باش تكون بادرة، لأنه ملف أحمد الأزرق أو ملف عبد الملك سبوعي، اللي هو أحمد الأزرق بالنسبة لي أنا هو عبد الملك سبوعي، خلينا نقول ملف شيخ شرنيكول، وكاو ملف شيخ شرنيكول سيفتح بابا لا يريد أحد أن يدخله، وهو باب السجون السرية التي الموجودة في تونس. يظل لي هذا أضخم ملف وأكبر ملف وأخطر ملف، ملف من الوزن الثقيل اللي حتى حد ما يحبه. ولكن أنا مانيش مستعد باش يكفي كونه والدي خسرته مدة 25 سنة، اليوم مانيش باش نقعد ساكت. وأنا وبالنسبة لي أنا ماني طالب حتى شيء، طالب إذا كان الشخص هذا موجود ومازال حي يسلمه لي، وأنا كفيل باش نتكفل به. فهمتني؟ أن نحن في الساحل يقولوا، وفي تونس كمان يقول لك الحم إذا انتن مالي هدر به، دونك اعطيونا متاعنا وحنا تو نطلعوا به. مستشفى شرنيكول، الشيخ شرنيكول، الزوجة خاصة حتى لو كان تشوف لاسكوليت، كان يحلوا تو قبر يمدوا لها الهيكل العظمي نتاعو برك تعرف. من باب العشرة بك، فما بالك معناها إنسان مازال ينبض فيه الحياة، معناها الملامح، الوجه، الأنف، الفم، الأذن، لاكاركاس، أون الميم. وفماش علامات محمد الأزرق الذي وقع جلبه من السعودية سنة 86، في بالتحديد في آخر شهر أوت 86، من طرف السلطة التونسية. وهذه كانت مؤامرة بين تونس، بين زين العابدين بن علي ونظيره السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز، في نطاق صفقة للتقرب نوعا ما من الرئيس السابق الحبيب بورقيبة. ثم بعد جلبه ب3 أيام أعلنوا عن تنفيذ حكم الإعدام، وكان ذلك حتى قبل صدور القرار التعقيبي وقبل استوفاء الإجراءات والمدة القانونية. ومنذ ذلك الوقت ونحن نبحث عن الحقيقة، حقيقة ماذا جرى وكيفية التسليم وكيفية الإعدام، وهل حقا وقع تنفيذ الإعدام في والدنا أم لا؟ لأننا إلى اليوم لم نتسلم جثته، ولم نتسلم مكان دفنه، ولا نعلم أي شيء، حتى حكم ابتدائي إلى حكم اعتراضي إلى حكم تعقيبي إلى تنفيذ. وقبل التنفيذ هناك مطلب العفو الرئاسي الذي لم يلتجئوا إليه كذلك. فهمتني؟
يعني التنفيذ صرح بأنه وقع التنفيذ يوم 2 سبتمبر 1986، في الوقت اللي اليوم وقت اللي أنا تحصلت على الملف نلقى القرار التعقيبي صادر يوم 2 سبتمبر 86. يعني كيفاش القرار، يعني كي نقولوا القرار وقع اتخاذه يوم اثنين، يعني مازال ما تعداش للكتابه، مازال ما تعداش للختم، مازال ما تعداش للسلطه التنفيذيه. دونك كيفاش؟ ثاني حاجه اللي احنا متاكدين منها كونه الامير نايف بن عبد العزيز بامر من الملك عبد الملك فهد بن عبد العزيز طلب من السلطة التونسية التزاما بعدم تصفيته مقابل تسليمه. وهنا تزيد تتأكد الشكوك. دونك علاش أول حاجة علاش زربوا في إعلان وفاته ولا في إعدامه؟ وعلاش معناها الالتزام بعدم تصفيته ثم تقع تصفيته في خلال 3 أيام؟